شوفي بدي احكي لك حاجه، لما كان في رئيس في لبنان بوزن الرئيس ميشيل عون كان هناك اتفاق في اللبناني، كان في رئيس، هذا الرئيس راى الامور بشكل صحيح وهو انه هناك مقاومه، وهذه المقاومه جزء من الشعب اللبناني، وهذه المقاومه حققت الردع للبنانيين وللبنان في مواجهه الاعتداءات الاسرائيليه. احنا بدنا رئيس جمهوريه يكون بهذا الوزن، يكون بهذه النظره، انه لا لازم نتحالف مع محور المقاومه، او على الاقل من عادي محور المقاومه، وخلينا نستفيد منه. ليش ما نستفيد احنا من سلاح المقاومه؟ بدل ما احنا بدنا ننزع سلاح المقاومه، طب ما قدرناش ننزعه. يا ستي يعني طب ما حاولوا ينزعوا، امريكا مش قادره تنزع سلاح حلف المقاومه، طب بدها لبنان او الجيش اللبناني يستخدم زي ما استخدموا زيلينسكي من اجل خلق حرب اهليه وتدمير لبنان بالكامل؟ يعني شوف الامريكان استخدموا زيلينسكي، الاسرائيليين ببحثوا عن واحد يستخدموه لتدمير لبنان، امريكا كانت تبحث عن واحد ايضا يقوم بدور زيلينسكي في لبنان، هذه المحاولات فشلت ذريعا. فانا في تقديري يجب ان يعني اللبنانيين يقعدوا مع بعض، اللي ما بيقعد، اللي ما بيؤمن بالحوار، اللي ما يريد التوصل، هذه مساله اختيار رئيس هي اخر هموم لبنان. في هموم أخرى، إنه كيف يعيش الشعب اللبناني؟ كيف يلاقي خبز الشعب اللبناني؟ كيف يلاقي غاز وطاقة ومازوت وأشياء الشعب اللبناني؟ كيف يلاقي مستشفيات؟ كيف يلاقي علاج؟ كيف يلاقي دواء؟ هذه بتتقدم على مسألة رئيس الجمهورية. نعم، تحدثت أستاذ عبد الباري عن السعودية وسوريا وعودة هذه العلاقات، وحتى عن السعودية وإيران. هل ترى أنه خلص أصبح الممر ممر إيجابي تماما بعد عودة العلاقات نوعا ما إلى طبيعتها؟ يا سيدتي أليس فقط على لبنان، على المنطقة ككل؟ حاضر. شوف إيش المشكلة؟ المشكلة أنه أدركت السعودية أنه أمريكا لا تستطيع حمايتها، أدركت المملكة العربية السعودية بأنه في نظام عالمي جديد يقوم متعدد الأقطاب، وأنه مش لازم تحط بيضها كله في سلة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأدركت بأنه أمريكا هي اللي عملت الفتنة بين إيران وبين المملكة العربية السعودية نيابة عن إسرائيل. إسرائيل هي اللي كانت بتصعد الخلاف الإيراني السعودي، وإسرائيل هي اللي كانت بتحرض تستخدم الورقة الأمريكية. في الأمير محمد بن سلمان أدرك بأنه لا، لازم يغير التحالفات، فذهب إلى الصين، وجاء بالرئيس الصيني إلى الرياض، وجاء الرئيس الصيني وحضر ثلاث قمم، واحدة عربية، واحدة سعودية، واحدة خليجية. هذا الانقلاب. يعني الآن فيش تحريض سني شيعي زي ما كان قبل سنة أو قبل خمس سنوات، الآن هناك تنسيق بين المملكة وبين إيران، وفتحوا السفرات، تبادلوا فتح السفرات، والحجاج الإيرانيين تدفقوا إلى مكة، والأمن واليمن اللي كانت هي مصدر الخلاف بين البلدين الآن تعيش هدنة مفتوحة، وتوقفت هذه الحرب تقريبا بشكل كامل. فهذا التغير الأساسي في المنطقة، وطبيعي الآن يا ستي ما هم حطوا أكثر من 500 مليار دولار دول الخليج وتركيا وأمريكا لتغيير النظام في سوريا، ما تغير النظام في سوريا ولا نفعت المليارات في تغيير النظام. وعاد بشار الأسد إلى القمة العربية، وراح بس بشار الأسد على القمة العربية، وأمريكا فتحت حوار مع سوريا في مسقط من أجل إفراج عن ما يسمى أسرى أو ما يسمى مختطفين. هذه يعني هاي كلها يعني كاموفلاج، هاي غطاء لتحول في الموقف الأمريكي. فإحنا بدنا الأشقاء في لبنان يستوعبوا هاي المتغيرات. يعني مثلا أنا بعتب على الرئيس الوزراء ميقاتي، ليش ما يروح على دمشق؟ ليش ما يزور؟ يعني معقولة رئيس لبنان يلتقي بشار الأسد في دهاليز القمة العربية ويسلم عليه وهم بينهم أقل من يعني 20 دقيقة طيران مثلا أو ساعتين بالسيارة؟ لا يعني طب أنتم بتحكوا أنه بدنا نحل مشكلة النازحين السوريين من دولة إلى دولة، يجب أن تكون برأيك يعني أن يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بهذه الخطوة؟ طبعا لازم تكون دولة مقابل دولة، ولا وفي تسامح وفي تعايش وفي قبول وفي تغيير في العقول، هاي العقول اللي يعني ايش بدي احكي، يعني هاي لازم تتغير. انه ليش؟ طب ما هي سوريا، امريكا بتحكي مع سوريا،
طيب تركيا بتحكي مع سوريا، يعني مصر الآن بتحكي مع سوريا، العرب بيحكوا مع سوريا، إلا لبنان ما بيحكيش مع سوريا. طب ليش؟ يعني شو هالعبقرية هاي اللي أنا مش فاهمها والله. يعني في السياسة ما في عدو دائم، في السياسة في اللي هو يشوف مصلحة البلد الواحد ويشتغل من أجل هذه المصلحة. فالآن هذا التقارب السعودي الإيراني غير المنطقة كلها. اللي تضبط العلاقات الإيرانية السعودية هو الرئيس الصيني. تخيل، الصين هي اللي قامت بهذه الخطوة. والآن روسيا والصين في تحالف وفي نظام عالمي جديد، وفي البريكس الآن منظومة البريكس تعمل اجتماع في أغسطس في جنوب أفريقيا، وهذا سيعتمد عملة جديدة. فإحنا بدنا، يعني والله أنا اللي أتمنى، والله أنا بحبه للبنان، أنا اللي أتمنى أنه الأشخاص ولبنان بحبك يا أستاذ، والله انا بحبكم يعني، وبتعرفي فلازم يصير في، انا يعني حقيقه انا بتمنى يعني اهم شيء حصل في لبنان هو التحالف بين التيار وبين المقاومه حقيقه. واللي هدس هذا التحالف هو الرئيس ميشيل عون، وانا والله هو بعرف ان انا بحبه والتقيته اكثر من مره، وفي قصر بعبده وخارج قصر بعبده. فالحقيقه الان يعني ليش يصير في توتر؟ مش لازم، لازم هذا يصير، يتم بناء على هذا خلاف بالسياسه، ولكن بالجوهر الكبير اكيد يعني هذا الموضوع محسوم لا خلاف عليه، ولكن نحن السياسة الداخلية اللبنانية بتخلي هناك بعض وجهات النظر المختلفة، ولكن بطبيعة الحال يعني ما ممكن تتخطى أوجه السياسة بهذا الموضوع برأيك. أنا متفائل، أنا بعرف إنه في وسطات شغالة، أنا بعرف وفي وسطات الآن في مرونة بدأت، وأنا يعني ملاحظ حقيقة وهذا شيء بحترمه إنه ما في حرب إعلامية، يعني هذا شيء جميل في لبنان، رغم إنه لبنان مشهور بإعلامه ومواقعه ومحطة، ما في يعني هذا عدم وجود حرب إعلامية واحترام متبادل بين التيار وبين محور المقاومة أو بين يعني أو حتى الثنائي اللي زي ما تسموه انتم الشيعي، هذا حقيقه نقطه ايجابيه. يا ستي مساله جهاد أزعور كانت بالون اختبار، لم تزد عن ذلك، وهذا البالون الاختبار نفس. الان في واقع جديد بيصير وفي اتصالات، وحقيقه يعني انا بعرف وجلست زي ما حكينا مع الرئيس بشار الاسد 4 ساعات في منزله وما فيش حدا معنا كان. حقيقه كل الناس بدها لبنان يخرج من هذه الأزمة، وأول ناس بدهم لبنان يخرج من هذه الأزمة هي الدولة السورية، الحكومة السورية، الرئيس السوري. والعرب نفس الشيء، والسعودية نفس الشيء. لاحظوا الآن ما في اللي هو يعني هالخلافات بين الدول العربية على لبنان، بالعكس في توافق على لبنان، ممكن بس يصير توافق معهم. نعم، اسألك عن هذا اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، هل طرح على جانب الحديث يعني موضوع يتعلق بالنازحين السوريين؟ لا، يعني شوف حقيقة الرئيس بشار الأسد قال بالحرف الواحد، نحن نرحب بكل النازحين السوريين، هؤلاء أبناء سوريا ويجب أن يعودوا لسوريا، وسنسهل عودتهم لبلدهم ووطنهم. إحنا ما بدنا ما أي سوري بيطرق باب سوريا وبده يرجع، أهلا وسهلا فيه، بما في ذلك اللي في لبنان. يعني أنا ما بعرف، طب بس لكن أنتوا هذول بدهم يرجعوا يركبوا طيارات منطاد ويروحوا على سوريا، مش بدهم يصير في تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسورية؟ طيب وين التفاهم؟ وين الاتصالات؟ طيب إذا كان تركيا نفسها عندها 4 ملايين لاجئ سوري وعارفينهم هذول أزمة، وكانت أزمة داخلية، والرئيس أردوغان الآن على وشك اللقاء مع الرئيس السوري، وأول جدول أعمال أول نقطة على جدول الأعمال هي عودة اللاجئين السوريين، طبعا بالإضافة للانسحاب التركي من الأراضي السورية، لكن كمان مسألة النازحين. طب ليش لبنان ما لبنان أكبر من تركيا يا جويس؟